الشيطان عاري الصدر، هكذا لقب الروم ضرار بن الأزور، الذراع الأيمن للقائد خالد بن الوليد رضي الله عنهما، بعدما واجه لوحده كتيبة كاملة من جيشهم مكونة من 30 مقاتل في معركة أجنادين في أرض فلسطين، حيث خلع درعه وقميصه من صدره لتزداد خفته وقوته، وانقض عليهم يضرب ذات اليمين وذات الشمال، وهو ينشد الشعر التالي: الموت حق، أين لي من المفر؟ وجنة الفردوس خير المستقر، هذا قتالي فاشهد يا من حضر، وكل هذا من رضا رب البشر. فقتل منهم عددا كبيرا وفر الباقون، ثم تمكن من الوصول إلى قائد الروم وردان فقاتله وعاد برأسه إلى المسلمين. وفي معركة مرج دهشور قابل ضرار قائد الروم بولس، والذي كان ينوي الثأر لوردان، ودارت مبارزة قوية بينهما. فلما تمكن سيف ضرار من رقبة بولس، نادى الأخير على خالد بن الوليد وقال له: دعني من هذا الجن واقتلني أنت ولا تدعه يقتلني. فرد عليه خالد: هو قاتلك وقاتل الروم. وقد هوى سيف ضرار على عنق بولس فقطع